عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على بلايلي يشعلها بين الأهلي المصري والترجي التونسي. يعني نقولوا بلي الأهلي جدة يحدد سعر يوسف بلايلي، نقولوا بلي حدد له السعر تاعو باش يبيعه. على ذيك نقولوا بلي اليوم وين نقولوا بلي الصراع الشرس بين الأهلي المصري والترجي التونسي لضم هذا اللعاب. وأنا تبالي بلي بلايلي عاود يولي تونس، والله أعلم، كما يقول لك ربي هو لا داري. على ذيك نقولوا بلي اليوم أنا واحد من الناس ماذا بي هذا اللعاب ما يروحش باطل، إيه غادي يروح باطل، يروح كريدي هذا اللاعب، ماذا بينا؟ وهو راه يلعب سات راه من ما عليه. نتمناو إن شاء الله بربي، يعاود يولي لعقله، والناس اللي دايرين به انصحوه، قولوا له بلي ليكيب ناسيونال وكوب دي موند وتبقى لك انتيت، تروح الكوب دي موند تبقى لك انتيت، غادي تفرح الشعب يفرح بك كيما فرحوا بك في 2019. الناس انصحوه هاو لعب، انصحوه. الناس تاع السوق ما ينفعوكش يا بلايلي، الناس تاع السوق والله ما ينفعوك. انا مشينا مع 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 لي كيوالو مع الملاح، شنا الملاح كيفاش وشنا لي كيوالو كيفاش؟ انا شنا صوالح؟ انت راك رابط مسؤوليه تاع 45 مليون جزائري، الشعب الجزائري كامل يشوف فيك. نهار اللي ماركيت ملكورنيش الشعب الجزائري قاع يهضر عليك، ما نكروش خيرك. شوف مالغري بصح ستيلا هاكا وباغي لك الخير. انا ما غادي تعطيني دراهم، ما غادي ندي من عندك دراهم، ما راك تمد لي بدراهم، بصح ستيلا نعرفك في ليكيب ناسيونال، انا نعرفك مستطيع الاخضر. هذه اللي نقولوها لك يا ودي، عاود ولي للرشد تاعك، عاود ولي لعقلك. راك غير تبريكولي، هذوك الناس اللي راك تلعب معاهم والدور معاهم ما غاديش ينفعوك، والله ما ينفعوك. انا نقول لك ما تعطيش لوكازيون الناس وخد اخرين باش يطيحوا عليك. انا راني لا عليك اودي، انا ما قدي لي في جيبي ما والو، انا بيا ليكيب ناسيونال. وكشف تقارير صحيفه مغربيه عن شروط النادي الاهلي السعودي للاستغناء عن خدمات الجزائري يوسف بلايلي بشكل نهائي في فترة الانتقالات الحالية. وهنا قبل نبدا عندي واحد النقطة برك، شت ناس يقول لك رد على مصريين عايرونا ولا رد على ذيك قطرية ولا عايرتنا. انا كنت نرد عليهم، انتوما كنتوا تقولوا لهم شوبير ما يمثلناش، رديت على ذوك التوانسة اللي عايروا، شتكم تكومونتو تقول لهم اخواننا اسمحوا لنا هذا شوبير ما يمثلناش. يا خويا كاينين اليوتيوبر اللي تامنوا فيهم اصحابكم وكلش، هما يردوا، روحوا هما يردوا. خاص كنا نردوك تعايرونا، كنتو تقولوا لنا مصاروا هذا ما يمثلناش، روحوا نتوما ردوا عليهم ضرو مصاروا احبابكم، يدير لك تريكو تاع الجزائر تقولوا انت ان شاء الله تدخل الجنه، روحوا نتوما ردوا عليهم. ما غاديش نرد انايا، صرنا روحنا معاكم انتوما، تبغوا لي ذلكم. هذه هي. واكدت صحيفه المنتخب المغربيه ان نادي الاهلي جده السعودي طلب الحصول على 4 ملايين يورو لموافقه على بيع يوسف بلايلي في التحويلات الصيفيه، وذلك بسبب عدم احترام اللاعب لعقده الاحترافي مع الفريق السعودي. 4 ملايين بزاف بلايلي خوياها، ها واش غادي يخرجك؟ هو 4 ملايين بزاف اصاحبي، صعيبه شويه. الله يجعل تسلك، خاطش على انا قلتها لك النهار اللي جاو، على بالكم بلي النهار اللي جاو لهنا بالطياره نهار كامل وهي تقار عليهم الطياره، على بالكم بلي جابوا موثق تاع ليكيب، جابوا لافوكا تاعهم، جابوا كلش، ما بغيش تركب تكتب بالشهود شاهدين عليكم، جابوا ناس شاهدين عليكم، انتوما مروحتوش. انت وبن عمري هردتوا روحكم، بن عمري بالك يسلك، غادي يسلك. راهم يقولوا بلي غادي يروح الداحليه ولا ماكش، لا غادي بالك يسلك يهرب.
صح على بالك بلي الا ما علقوا الله يجعل ما يعلقوكمش، الله يجعل ما يخسروا لكمش عام، هذه اللي راني خايف منها، الا خسروا لكم عام اللي يولي المدينة جديدة يولي ولي يروح يبيع الزاوش يبيع، هذه هي نقولها لكم. وأوضحت صحيفة المغربية أن نادي السعودي يريد بيع بليلي بشكل نهائي ويرفض مبدأ إعارة بسبب رفض اللعاب العودة للسعودية والانتظام في تدريبات فريقه. وأشادت صحيفة أن نادي السعودي تلقى عروض من عدة أندية للتعاقد مع اللعاب هذا الصيف، أبرزها من ناديه السابق ترجي التونسي والأهلي المصري الذي قدم عرض مغري للاستفادة من خدمات اللعاب. إن شاء الله بربي يا ودي تخرج غير مصر فانيك مليحة، مصرك في لافريك، مصرك في لافريك، وحنا غادي نلعبو كونت لافريك، هذه اللي نتمناك إن شاء الله. بالك ترجي التونسي ما تنجمش تعرف، يعرفوك مليح وانت تعرفهم مليح، ترجي التونسي وما يعرفوك وانت تعرفهم، بالك يعاودو يسلكوك. خدش 4 ملايين بزاف، 4 ملايين بزاف، 4 ملايين صعيبة، قعدت على السعودية خاصهم دراهم، خاصهم دراهم السعودية، هاي يقولك علقها عام وبيعها ب4 دور، يعلقك يسلتك يطقك في شلان ويبيعك، المهم يضيعك مع ليكيب ناسيونال، وما تعاود تولي تروبروني مع نادي ولا. انا ما عندي تاهميه، انا نحوس على ليكيب ناسيونال. هاك تشوف ها وين وصلوا، ها شتو وين وصلوكم، ها جماعه السوء، ها التحواس وبرد الحال ومنا والبحر ينهودو. كره انت ما تروحش تلعب، ما تلعبش تاعك مسنيه عقد، احترم العقد تاعك يا صاحبي، احترم العقد تاعك، ما عندك ما دير. حارة سليماني الله يفتح على، يا ربي تا يفتح على سليماني، والله ماذا بيا ربي يفتح على سليماني، مسكين خدام والله، لا خدام هذاك هو خدام. حنا نتمناو ان شاء الله بربي يا سليماني ربي يفتح عليك فريق، والله لا خدام. بدا من نقطة الصفر، بدا من نقطة الصفر، شو وين راه بلايلي بانت لك لعبة، خاطش عليها انتوما يدخلوا لكم في ريسانكم، وشت انا في الفيسبوك في الانستغرام انه في تصاويره يدير اش كانوا يقولوا له، بلايلي كبيره للسعوديه، بلايلي كبير، دخلوا لك هذيك تاع انت كبيره للسعوديه، السعوديه راه احسن دوري عربي يا سي محمد، احسن دوري عربي السعوديه، كيسموه بن عمري، اغادي تضيع كاين طاهرات، طاهرات فين كيتربص، كيتربص طاهرات، راه يرقب، قد يلاقي ضبها، صعيبة عليك فينك، دير حسابك مين تعرف في 7 أشهر، 7 أشهر راك داخل في 8 أشهر، ترتب روحك في عام، بالماضي ما ينجمش يطيح كلمته بالماضي، ما ينجمش يعيط اللعاب ما راهش يلعب، كالي شعب الواحد عيط لي. مش عيط لي كومونت، وهذوك الناس اللي كومونت، وهذوك اللي يبغي يدير لك جحش في راسك، يبغي يدخل لك جحش في راسك، شنو يقول لك؟ يقول لك جاما بالماضي، عارف بن عمري كي داير، بن عمري يلعب بالقلب، او دا واش دخل بالقلب لي زونترين، على بالك بلي تكون البطوله تلعب جواري تبليسه ويروح للستاد ويتفرج في صحابه ويتفرج في لي زونترين نتاعها، يبقى في المنافسه، ماشي كيما بنادم حابس ديريكت، ما كان لا بطوله ما كان والو. شنو غادي نقول لكم كان يبغي، كان يساهم ويبغي يغلطك، هو ساهم بصح يكومونتيك يبغي يغلطك، يقول لك لا بالعام جاما بالماضي يعرف بلي بالعمري يلعب بالقلب، هاو شا قد القلب، هاو شا قد القلب، يقول لك مد 50% و 30% فولونتير، هذه راني معاك 50% مدها وعندك 30% فولونتير تقدمها، فولونتير تلعب جهد طرتك كرعيك في التيرة، هذه راني معاك، اللي يلعب بولا راه عارفني شراني نهدر، اللي يلعب بولا عارفني شراني نهدر، بصح اللي ما يلعبش بولا تبان له بلي غني غير نهدر، راني نهدر لك بصح شكاين، وتشوف لي زوروبيا كيقلعو، شتو كيقلعو،
الجهد بوي افريقا ميلعبو افريقا الناس يتلعب حنا نص ليكيب حابسه تاع منتخب وطني نص ليكيب حابسه هي الجزائر.